يا صباح الحب، صباح جميل بأول يوم من شهر الحب، شهر فبراير. معاكم نانسي الشيمي على مدار ساعة في برنامجكم نص الدنيا. مين منا أول ما بيصحى الصبح ما بيفتحش الفيسبوك، وقبل ما ينام بيفتح الفيسبوك، وفي وسط اليوم بيفتح الفيسبوك، هنطبخ إيه بنفتح الفيسبوك، عايزين نكلم ونطمن على أصحابنا هنفتح الفيسبوك. الفيسبوك بقى شيء أساسي في حياتنا، وعشان كده زي كل حاجة ليها أضرار ومميزات، النهاردة هنتكلم عن حتة فيها مميزات. ومعانا النهاردة أستاذة ندى محمد، أدمن جروب من أهم الجروبات في زايد أكتوبر، وهو جروب حد يعرف زايد أكتوبر. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. نورتينا. الحمد لله. جروب حد يعرف زايد أكتوبر يعني جديد. يعني حاجة مختلفة عن الجروبات التانية. قولي لي اكتر، يعني ايه الفايده بتاعه الجروب، او هو لما جيتي تعمليه عملتيه ليه؟ بصي، اول حاجه انا بدات ان انا اول ما جيت زايد، اول ما اتجوزت كان من 6 سنين. انا حياتي قبل كده كلها كانت في مهندسين، كنت عايشه مع مامي، يعني بيتي هناك في مهندسين. فاول ما جيت كل حاجه انا مش عارفاها، سوبر ماركت مش عارفه فين، دراي كلين مش عارفه فين، صيدليه، بقعد ادخل على الفيسبوك واقعد ادور وجوجل. فقلت طب ما اعمل جروب يبقى اسمه حد يعرف. هو كلمه حد يعرف جايباها من حد يعرف اللي هو الكبير، اللي هو كان بتاع مصر كلها، اسكندريه بقى وكله. فقلت طيب ما اعمله يبقى زايد اكتوبر، احدد الاريا دي واجمع كل الريزيدنس اللي هنا. بس فعملته، قلت اي حد بقى هيسال سؤال هيلاقيه جوه الجروب. انت اصلا خريجه ايه؟ اعلام انجلش. وده ليها يعني علاقه او فادتك في حاجه مع الجروب؟ اكيد، يعني السوشيال ميديا عامه، يعني بحب اي حاجه ليها علاقه بالسوشيال ميديا. كل فاول ما عملت الجروب لقيت نفسي بقى اي سؤال بساله الناس بتجاوبني، كلنا بنعرف حاجات جديده، لان هو اصلا ما فيش حد اتولد في زايد، فاهمه؟ يعني كل اللي في زايد جداد، 6 سنين، 7 سنين، 10 اخرهم، ما فيش زايد ريزيدنس من ما فيش حد منشأه من الشيخ زايد. في الاول كله عايز يعرف اماكن جديده، حاجات سيرفيسز حواليهم، دكاتره، كل حاجه. يعني سوبر ماركت دي اقل، يعني اكتر حاجه كنت بسالها طب فين اقرب سوبر ماركت ليا؟ ده الديلي، يعني اللي هو انا بطلبه 3 مرات في اليوم. فسالت بقى ولقيت الناس بتسال، فناس بتجاوب. دي يعني بدات كده، بدا الجروب يكبر يكبر يكبر، دلوقتي وصل 48,000 جيرل. حلو جدا. احنا هنطلع فاصل صغير وراجعين على طول. ماشي. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه مكملين مع استاذه ندى وجروب حد يعرف زايد اكتوبر. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انتي بس الادمن ولا معاكي حد تاني؟ ايه، لا، اختي دخلت معايا ادمن بعديها بسنه كده، هي اللي صراحه خلت الجروب يكبر اكتر. كانت بتساعدني، لان فجاه بقيت الاقي فريند ريكويست في اليوم مثلا 2000 فريند ريكويست، بوستات كتير قوي. فعشان تعملي فلترايز للبوستات عشان تشوفي ايه اللي ممكن ينزل وايه لا، حوار كبير. طبعا. فكان لازم حد يساعدني. فلا، يعني هي ساعدتني في ده جامد. هايل جدا. طيب، الجروب كله سيدات صح؟ ايه اكتر فئة عمرية موجودة عندك ولا مفيش؟ بصي، اكتر فئة من 20 ل 30. اوكي، اللي هم اللي لسه جايين، اللي لسه جايين بقى، لسه متجوزين. هو اكتريت زايد اصلا اللي لسه متجوزين جداد. يعني لكن مثلا ما فيش كبار في السن، او اللي هو السن بقى بتاع 16 و بصي في كله، بس الكبار ممكن تلاقيهم اقل حاجه. ومينلي يعني من 20 ل 30 هو ده. اكتر في عمري. وايه اكتر الاسئله غير السوبر ماركت بتتسال؟ لا، كل حاجه يعني. كلينك، ايه يعني، كل الدكتورز اللي ممكن في الدنيا تلاقيهم بيتسألوا. يعني مثلا واحدة عايزة دكتور جلدية، واحدة عايزة دكتور ولادة، واحدة عايزة دكتور سنان، كل حاجة بتتسأل. والموضوع بقى مش يعني مش لازم بوست ينزل بالسؤال. انت لو مجرد عملتي سيرش فوق هتلاقي السؤال اللي انت عايزاه من غير ما تسأليه، خلاص هو بقى بنك معلومات. الجروب بقى فيه كمية معلومات رهيبة. دي أحلى حاجة. إيه أكتر البوستات لما بتنزل
بيبقى عليها إقبال في الإجابات عالي جدا، بتجيب يعني كومنتس كتيرة قوي. واحدة بتحكي قصة مثلا حصلت لها مشكلة، عايزة تاخد رأي الناس، كله بقى بيدخل يفتي كله عايز يفتي يعني انت بقى مش بس أسئلة، نصايح. لا ده بيبقى فيه كمان يعني مشاكل. طب حلو، كله عايز يعني، في حد بيحكي يا جماعة أعمل إيه، بما إنه بنات بس، فالموضوع ده مساعد كل البنات إن هي تبقى براحتها، مفيش كسوف مفيش إحراج. ايوه، ده دي هي أكتر حاجة أنا بخلي بالي منها، إن ما يبقاش فيه ولا أي ولد، عشان كنت لسه اقول لك. طب ما جالكيش مثلا قبل كده اكونتات فيك كتير او حاجه ودخل اوريدي وعمل مشكله؟ كتير، وبلاقي الناس بتعمل لي ريبورت، عشان لو انا مش واخده بالي امسحه يعني، في ساعتها بعمل ريموف، لان هو اكتريه الولاد بتبقى داخله جروب بنات بس، يعني داخلين عايزين يتعرفوا، عايزين كده يعني عكسه. ف وساعات بتالي من باب الفضول، اللي هو البنات بس قاعدين بالظبط عايزين بيرغوا في ايه يشوفوا ايه يعني. اللي بيحصل، مع ان يعني الجروب اكتريته اسئله عامه يعني، بس هي الفكره ان البنت تبقى مرتاحه نفسيا تسال براحتها، صح. وكل عيله فيها بنات، طبعا. فعشان كده الجروب مليان ناس، اكيد من كل عيله مثلا في بنت في الجروب، يعني متاكده ان زايد واكتوبر كلها عندي دلوقتي ده اكيد. فاضل شويه صغيره قدك ما عندهمش فيسبوك او النت مقطوع عندهم. ايوه بالظبط. طيب في نشاطات تانية غير ان احنا بنسأل او بنحكي مشاكلنا؟ يعني مثلا بتعملوا اوتنجز، خروجات، تجمعات؟ هل مثلا حاجة تخلوا السيدات دول تتعرف على بعض او البنات دول تتعرف على بعض، جروبات واتساب، حاجات كده؟ اي بصي، انا ماي بيست فريند دلوقتي من الجروب، هي بدأت كانت بتنزل اعلان عن شغلها يعني وكده، وقلت لها نزلي براحتك طبعا وكل حاجه، بعد كده بقينا صحاب جدا، ودلوقتي هي ماي بيست فريند، ساكنه جنبي وكل حاجه. طب حلو جدا. يعني هو ده واحنا يعني. كلنا جيران، كلنا اريا واحده، بالظبط. تحس ان احنا بيج فاميلي فعلا. هو بتهيألي المدن الجديده بتبقى عشان صغيره، فكل الناس الى حد كبير بتبقى عارفه بعض بالظبط. بشكل او باخر صح. يعني. فدي حاجه حلوه جدا. طيب فالادمنز انت واختك بس؟ طب واختك في زايد برضو؟ إيه لا، في موانسي. اوكي. بس شغلها في زايد، الجامعه كانت في زايد، كل حاجه، صحابها في زايد عادي. طيب حلو خلاص. لا تمام. طب ايه اكبر مره يعني اكبر مشكله مثلا، او ايه اكتر مره في موقف اتحطيتي فيه في الجروب ما كنتيش عارفه تتصرفي قوي؟ بصي، دايما الناس اللي بتنزل السيرفيسز بتاعتها، حد مثلا ممكن كلينك، تبقى كلينك بتاعت ليزر مثلا، واحده تانية منزله برضو كلينك ليزر، فجايه بقى يعني ممكن يعملوا تشهير لبعض عشان خاطر، فاهمه؟ فاللي هو ازاي نزلت نفس الحاجه اللي انا بنزلها، لا انا عايزه انا اللي ابقى الريفيوز بتاعتي عاليه كده. فالمواقف دي انا مش بحبها خالص، يعني كل واحد ينزل شغله والارزاق بتاعت ربنا، فاهمه؟ بالظبط. فلا، موقف زي ده ممكن مثلا الاقيهم حصل تاتش ما بينهم كده، فاروح عامله ريموف للبوست وانبههم ان يعني بلاش خناقه على الجروب، ما بلاش كنت لسه كده، هقولك. طب فاهمه؟ بتتصرفي ازاي يعني، بتشيلي بوستاتهم بقى ولا بشيل بتعملي ايه؟ البوست عشان يعني احل الموضوع في ساعتها، لان انا بلاقي بقى ممكن يردوا على بعض، ايه ده انت منزله نفس شغلي، او واحده مثلا بتبيع اكسسوارز مثلا او اي حاجه، واحده نزلت نفس الحاجات بتاعتها او نفس الصور خدتها منها ونزلتها، اوكي. فبرضه دي مره عملت مشكله. طبعا. فا بيحصل حاجات كده، وكله بيرجع لي انا ويسالوني طب نعمل ايه، طب مش عارفه مين عملت، تحسي بقى انت التيتشر. طب وايه اغرب البوستات اللي قابلتيها؟ اغرب البوستات، بصي، في واحده كل فتره بتنزل ان هي يعني محتاجه مساعده وكده، بنزل على جروبات كتير، وكل فتره نفس الكلام، فخلاص الناس ما بقتش مصدقاها يعني. طبعا. يعني جوزي هيعمل عمليه كمان اسبوع، نفس الجمله هو بتتكتب. الاسبوع ما بيخلصش. يعني مثلا. لكن بتعملوا حاجات خيريه او تشاريتي ورك مثلا عن طريق الجروب؟ بصي، يعني حاجه برضو استفدتها جدا من الجروب، او حسيت ان في ناس غيري استفادوا منه ساعه الكورونا،
اول الكورونا خالص، اول واحده جت دي، كان الناس بتساعد بعض قوي، يعني كل واحد عايز يهلب. كان في مره واحده ست كبيره عايشه في زايد وبنتها بره مصر، وبنتها عايزه توصل لها مش عارفه، كان الطيران واقف كل حاجه واقفه. اوكي الست تعبانه قاعده في البيت، محتاجه ادويه، محتاجه حاجات من السوبر ماركت، ما مش عارفه تنزل طبعا عشان عندها طبعا، كورونا، ومش عارفه توصل لاي حاجه. كذا وملهاش واحده يعني اتصال بالسوشيال ميديا قوي، يعني اه هي مش على الجروب، هي ست كبيره قوي بنتها هي اللي على ومحتاجه الجروب. ادويه مش موجوده، مش يعني بنتها نفسها من هناك بتدور مش لاقيها. فلقيت بنتها يعني كتبت بوست، كذا حد بقى طلب ان هو يساعد، وفعلا حقيقي في 2 راحوا، واحده جابت الادويه وواحده جابت حاجات من السوبر ماركت وراحت. وانا نفسي كلمت، كنت بتابع معاها واطمن عليها وتمام لحد ما خفت الحمد لله. دي حاجة حلوة قوي، يعني حاجة جميلة جدا، واللي هو بتبين الجيران لبعضيها. بالظبط، تحسي ان بجد كله أسرة واحدة. يعني الجروب بتاعك هو الحلو فيه ان هو مش بس جروب اللي هو الناس تتعرف على بعض كده، لا هو انتي بتجمعي الجيران، بالظبط فدي حاجة جدا. حلوة، يعني اللي هو تجمعات الجيران ان احنا ساكنين جنب بعض يا جماعة، لازم نبقى عارفين بعض، انا النهارده هحتاج لك، بكره انت هتحتاج لي، هنبقى بالظبط، مع بعض. هي الحلو في الموضوع ان هي الاريا قريبين من بعض، دي حاجه يعني الجروب مجمع ناس قريبين، فاهمه، حلوه نفس قوي. الحته. لا جميل جدا. طيب حياه ندى قبل حد يعرف وبعد حد يعرف اتغيرت طبعا، اكيد. ايه؟ بصي، عارفه احساس ان انتي بقيتي معروفه، يعني رغم ان هي حاجه صغيره جدا، يعني لا بس يعني على الجروب، هو الجروب بقى له كام سنة؟ اي 5 سنين. اوكي، وفي عدد قد ايه دلوقتي؟ اي 48 ألف. حلو ما شاء الله. كلهم يعني ليديز. بالنسبة للكثافة السكانية في زايد واكتوبر ده عدد كبير جدا. وكلهم ليديز، يعني لو كان في ولاد كان هيبقى اكيد اكتر بكتير، بس طبعا. زي ما قلت لك هو ليدي من كل اسرة. بالظبط اه كده. ف بس فهو يعني جميل. لا لا حلو فبقيت جدا. احس ان انا، لا يعني انا ساعات ببقى قاعده في كافيه مع صحابي الاقي واحده جايه تقول لي انتي ندى، حد يعرف؟ لا انا بس. لا دي حاجة حلوة قوي، ايوه وشهرة، يعني مش شهرة اللي هو مجرد شهرة كده الناس عارفة، لا شهرة ان انتي بتساعدي الناس، بتعملي بالظبط. سيرفيس حلوة، فدي حاجة جميلة جدا. ثانك يو، نورتينا ندى بجد، ثانك يو، ميرسي لحضرتك يعني جدا. الفقرة كانت حلوة وفكرة الجروب عجباني، فبجد يعني ربنا يوفقك، وان شاء الله المرة ربنا الجاية يبقى يخليكي الجروب فيه 100,000 ان سيدة شاء الله. ان ميرسي شاء لحضرتك الله. قوي. ميرسي ثانك ليكي. يو. مشاهدينا الاعزاء، فقرتنا خلصت بس لسه حلقتنا ما خلصتش، انتظرونا.